كانت الأقوى، رغبة سرعان ما حصرها الشك بعد أن تمكن الدنماركي كريستيان إريكسون من إسكات جماهير ملعب كونستان فاندن ستوك بهدف أول ساهم فيه بشكل كبير ارتباك الدفاعي البلجيكي. هدف أجبر لاعبي أندرليخت على الرد وبسرعة. المسؤولية كانت على عاتق غيوم جيلي الذي أعاد ميزان المواجهة إلى التعادل، تعادل أعاد الثقة وظهرت بوادره في الشوط الثاني بعد أن نجح ستيفانو أوكاكا في توقيع الهدف الثاني. توتنهام حاول أن يدرك التعادل وكان قريبا من ذلك عن طريق هاري كين، لكن صافرة الحق